مرحبا بكم في جامعة كولورادو بولدر. اسمي علاء وأنا طالب من المملكة العربية السعودية. اليوم أود أن أقدم لكم مكتبة نورلاند، واحدة من 5 مكتبات في الحرم الجامعي. تحتوي مكتبة نورلاند على مجموعات متعددة من الكتب والمجلات وغيرها من المواد التي تدعم الأبحاث التي تقوم بها. يمكنك العثور على أماكن للدراسة وأجهزة الحاسب في جميع أنحاء المبنى. لقد دخلنا مكتبة نورلاند من الجانب الغربي، ونحن الآن في الطابق الثاني أمام مكتب التداول. من هذا المكان يمكنك استعارة وإعادة الكتب وحجز غرف الدراسة وإيجاد المحفوظات واستلام الكتب التي طلبتها من مكتبات أخرى. يمكنك أيضا العثور على مكان للدراسة في هذه المنطقة الكبيرة والهادئة المخصصة للدراسة، أو حجز أحد غرف الدراسة هنا. وبالتأكيد سوف تجد المزيد من أماكن الدراسة عند استكشاف بقية أجزاء المكتبة. خلف مكتب التداول يوجد مجموعات من أقراص الفيديو الرقمية التي تتضمن العديد من الأفلام بلغات أخرى غير الإنجليزية. على الجانب الآخر من هذه النوافذ توجد منطقة خدمات البحوث، لنذهب إلى هناك. مرحبا بكم في خدمات البحوث. هذه المنطقة مزدحمة بالفصول الدراسية وأماكن الدراسة المفتوحة، وكذلك يوجد مختبر للحاسوب. هذا هو مكتب البحوث. يعمل أمناء المكتبة الودودون في هذا المكتب، وهم متواجدون هنا لتقديم المساعدة وللإجابة على أسئلتك المتعلقة بالبحوث. تعد نورلاند مكتبة ضخمة، فهناك عدة طرق للعثور على الكثير من الأشياء. أمناء المكتبة هنا لمساعدتك على تعلم الطريقة التي تناسبك، لذلك لا تتردد في طلب المساعدة. يمكن أيضا الوصول إليهم عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والهاتف. في خدمات البحوث ستجد الكتب المرجعية والمجلات الدورية الحالية ومجموعات مرجعية لشرق آسيا. يمكنك الطباعة والنسخ في مختبر الحاسب والدفع بواسطة بوف وان كارد الخاصة بك. كما يوجد أيضا الماسحات الضوئية وقارئات البطاقات المجهرية. دعونا نذهب إلى الطابق الثالث، اتبعوني. مجموعات العلوم الإنسانية والاجتماعية موجودة في هذا الطابق فيما يسمى نورلاند ستاكس. الكتب هنا مرتبة على الرفوف بحسب الموضوع ورقم الطلب. هنا مختبر الحاسوب الخاص بالطابق الثالث، وهنا الجناح الدراسي الخاص بطلاب الدراسات العليا في الطابق الثالث. إذا كنت طالب دراسات عليا وتريد حجز مساحة في هذا الجناح، يرجى التحدث إلى أحد الموظفين في مكتب التداول في الطابق الثاني. ضع في عين الاعتبار أن نورلاند تضم العديد من المجموعات الأخرى في جميع أنحاء المكتبة. تأكد من مراجعة فهرس المكتبة والذي يدعى شنوك للحصول على الموقع الصحيح للعنصر قبل أن تذهب للعثور عليه. اسأل أمين المكتبة المتواجد في مكتب البحوث في الطابق الثاني، أو تحقق من الخرائط الموجودة على موقع المكتبة الإلكتروني والمتواجدة أيضا في جميع أنحاء المبنى. والآن نحن متوجهون أسفل الدرج للطابق الأول، والذي سيكون محطتنا الأخيرة. وهذه هي قاعة نورلاند العامة. إنها تدعى القاعة العامة لأنها مساحة مشتركة بين المكتبة ومركز الكتابة ومكتب تكنولوجيا المعلومات، وتقدم العديد من خدمات دعم الطلاب هنا، مما يجعل من السهل على الطلاب الوصول إلى جميع الموارد في مكان واحد. يمكنك تحديد موعد على شبكة الإنترنت لتلقي المساعدة المجانية الشخصية في كل ما يتعلق بالكتابة في مركز الكتابة. مركز دعم الحاسوب التابع لمكتب تكنولوجيا المعلومات
يقدم مساعدة مجانية إذا كنت تواجه مشاكل تقنية متعلقة بأحد أجهزتك التكنولوجية الشخصية، مثل الحاسب المحمول، اللوحي، الهاتف الذكي وغير ذلك من الأجهزة. كل ما يجب أن تقوم به هو استخدام بفوان كارد الخاصة بك لتحديد موعد. بالإضافة إلى جميع خدمات الدعم الواسعة هنا، القاعة العامة تحتوي على المزيد من أماكن الدراسة والمزيد من مختبرات الحاسب والفصول الدراسية. تقدم الغرفة الزرقاء شاشة عرض وتجهيزات المؤتمرات المرئية عالية الوضوح. يمكن حجز أي من هذه الغرف عبر شبكة الإنترنت لمدة ساعتين، وجميعها مزودة بشاشات LCD. وأخيرا مقهى لافينج جود كافيه في القاعة العامة، حيث يمكنك الحصول على مشروب أو تناول وجبة خفيفة لتزويدك بالطاقة اللازمة لإنهاء يومك الدراسي. هذه هي الجولة في مكتبة نولان. شكرا للمشاهدة.